السلام عليكم، معكم ايمن شفيق. كتكون حدا هاد القهوه هادي حدا لا كاكويا، راه قتلونا هاد المسلمين هادو، ما حرنا الشمعه ودوما وقالوا لي ولاو مسلمين. تيجيو يجلسوا في قهوه في الصباح، يشربوا القهوه، يشربوا هذا، كيتشرطوا. واصحاب الفشوش هادو كلهم صحاب الفشوش، كنا جالسين معينا ما بيناتش بلا الشرطه جات كتدخل. الحمد لله الحمد لله، فهاد النص ديال اواخر ديال شهر شعب رمضان ان شاء الله. ايوا هذا مكان مهم، عتقونا منه مصاب بزاف بزاف. راه شفت لهم شحال من مره البوليس ما كيديروا معاهم والو، كيجيو كيطلوا كيمشيو بحالاتهم، ولكن اليوم داك الشيء جا كبير ما عرفنا شنو. الحمد لله الحمد لله. كندورو في المعارف، كنا كنريبيتيو، كنا كنقصرو من الموسيقى وداكشي. راجعين بحالنا كيبان لنا غاديين طالعين الفوق، كل اللي غايش طاكسي يمشي لدارو. كيبان لنا بنادم كامل هنا كيفرط، القوة الأمنية كدي الناس كاملين. معرفتش أنا ماشي مبقيتش نعطي الحكم ديالي، ولكن في نفس الوقت كيبقاو إلا جينا من الجهة ديال الصيانة راه خاصك تحترم، ما خاصكش تاكل، دي واحد الحاجة اللي عادية. ومن الجهة ديال المخدرات هذيك راه باين الحكم ديالها، هذيك راه فيها الحبس، فيها الحبس وتستاهل. داوم على الماكلة، ما تكذبش عليك، سمعت أنا بنادم تيقول هنا داوم على الماكلة. القانون فهمتي ما خاصكش تاكل، غادي معروفة هذي. ولكني إلا جينا عاوتاني نهضرو حقانيا على الدستور، كيبقى حرية المعتقد. حرية المعتقد واحد الحاجة اللي يمكن أي واحد يلتمس بها، ولكن واخا هكاك ما خصكش تاكل. أنا في نظري زعما ما خصكش تاكل، حيتاش غادي تهين لاخر. حنا في دولة إسلامية، كنا كان أغلبية الصحيفة غير مسلمة، كنا إحصائيا على أن الأغلبية الصحيفة غير مسلمة، ديك الساعة فطر ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كذبش عليك بانوا لي الصافيط وجات وجات شي 5 مرات. تقريبا 50 واحد، يعني تقريبا القهوة كاملة.